بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن شهادتي أنا تكون مجروحة في علي، لكن فما أمر مهم جدا لازم تاخذوه بعين الاعتبار، أنه راه ما فيش سيرة قرابة بيني وبين علي معلول بتاتا، لأنه علي من مدينة وأنا من مدينة، بعضنا لبعضنا مئات الكيلومترات. ويمكن أنا ما عرفت علي معلول شخصيا إلا لما كان متواجد معنا في المنتخب قبل مباراة مصر بالذات سنة في شهر جوان شهر 6 2017. طبعا علي معلول حسب رأيي أنا هذا الشخصي ورأي فنيين عديدين يعتبر حاليا أفضل باك شمال في إفريقيا. علي معلول معناها تطور بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة، لاعب عصري عنده طبعا ميزات متعددة جدا ممكن تلقاها موجودة في لاعبي خط وسط الميدان ولاعبي الأجنحة أكثر من اللي تكون موجودة عند اللاعبين اللي موجودين في الدفاع الخلفي وخاصة في اليمين وفي اليسار. علي معلول صحيح أنه لاعب هجومي بامتياز، يكون نقطة قوة أي فريق يلعب كما كان نقطة قوة المنتخب في الجهة اليسرى، كما كان نقطة قوة أيضا النادي الرياضي الصفاقسي، كما هو حاليا نقطة قوة النادي الأهلي بدون أدنى شك. كما قلت عنده مميزات كبيرة هجوميا، لكن راو اللي ممكن الناس تتغاضى عليه شويه وتتنساه انه ميزات عليه الدفاعيه اكثر من ميزاته الهجوميه، ممكن لانه نشاهدوه باستمرار النادي الاهلي يلعب بطريقه هجوميه بحته، عليه موجود ديما موجود في نصف الملعب الهجومي اكثر من نصف الملعب الدفاعي، لانه النادي الاهلي سبقته هجوميه. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي لما كان متواجد معانا، لكن لما علي معلول لما تعطيه توصيات دفاعيه وتقيدوا بها لاعب تكتيكي على مستوى عالي جدا، عنده الخبث الكروي التكتيكي اللي لازم يكون موجود عند الواحد. واكثر ميزه اللي انا اشوفها عند علي هي طبعا التوقيت التمركز نتاعو في الوقت المناسب في المكان المناسب. علي دايما حل اي واحد، يعني ممكن الكره تكون عند الباك اليمين، علي يكون حل بالنسبه اللي هو متواجد في مكان اللي يكسر به خطوط المنافس. انا اقول له علي برافو على الشيء اللي تعمل فيه، واختيارك للأهلي كان صعب جدا، لأن الأهلي يعتبر مش من أفضل الفرق اللي موجودة في إفريقيا، يعتبر من أفضل الفرق اللي موجودة في العالم. وهو يتذكر ممكن كلامي، زي استشارني مرة في المرات كانت عنده عروض من أوروبا، قلت له يا علي راه وجودك في الأهلي أفضل من تروح راه تحترف في أوروبا، لأنه أهلي فريق كبير، فريق معناها على مستوى عالي جدا، خليك في الاهلي، راي شعبيتك باش تكون كبيره في الاهلي. والحمد لله حاليا قاعد يقوم بمباريات وبمواسم اللي ممكن يخلي جمهور الاهلي يقعد يتغنى عليه حتى معناها يكمل عليه باذن الله، حتى بعد ما يكمل مشواره الكروي. انا اتمنى انه يكمل مشواره الكروي في الاهلي، لانه عمل معناها مسيره متميزه جدا. برافو. حاجه اخرى مهمه جدا، انه علي حاليا راك ما زلت صغير، ما زلت تقدر تتطور، ما تقولش هاني معناها قربت للثلاثينات، لا انت حاليا معناها كل ما تزيد عام كل ما خبرتك تزيد، لانك نعرفك انك انسان مستقيم، انسان محافظ جدا، انسان منضبط جدا في التمارين نتاعك، وتوا راهو كرة القدم تقدمت جدا، ممكن تمشي حتى لل 36 37 سنة إذا كان تقعد في نفس الانضباط، وأنا متأكد أنك باش تبقى على نفس المستوى إن شاء الله لمدة 6 7 سنوات أخرى إن شاء الله. يعني نجم كبير الكابتن نبيل معلول، أكيد لما يتكلم عن علي معلول لازم نوقف قدام الكلام اللي قايله، يعني قايل حاجات مهمة. بيقول النهارده الناس بتختصر علي معلول إن هو ظهير بيهاجم بس، لا برضو عنده النواحي الدفاعية ما شاء الله بيأديها بشكل كبير. لا يعني الناس في العموم اللي ما تعرفش الكرة ولا ما لعبتش الكرة تقيمك ان انت هجومي ولا دفاعي، لكن المدربين اللي يكونوا موجودين معاك وتواجدوا معاك ودربوك يعرفوا امكانياتك. يعني كل مدرب عنده توصيات خاصة في المقابلة هذه. يعني انا كان جاني مدرب يقول لي المقابلة هذه ما نحبش عليه معلول هجومي، نحبه دفاعي. ما فماش ما اسهل من تعمل الادوار الدفاعيه، تقعد في نص الملعب، المهاجم بتاعك مش يكون على طول في وشك، هتبقى سهل. فانا الصراحه تعلمت منه حاجات كتير، يعني لما كنت في الملعب حتى في التمرين بيصلحني الوقفه بتاعتي ازاي، التحرك بتاعي ازاي. يعني سينابين من المدربين اللي قراب القلبي برشا، تعلمت منه الكثير والكثير. إن شاء الله نتمنى له تجربة ممتازة مع المنتخب السوري، وإن شاء الله يقدم مستويات معه ممتازة ويتوج بالألقاب معه. وتعليق يعني بيقول علي معلول استشارني، كان جاله عرض كبير في أوروبا، استشار علي معلول قلت له يعني نجاحك
في النادي الاهلي وخليفة. يعني كما قلت لك يعني في الفتره اللي كان في فتره انتقالات كان موجود معنا، كنت استشرته قلت له سنابيل جايني عرض من المكان هذا، لا قال لي لازم تكمل في النادي الاهلي، مسيرتك باش تبدا حافله كان في النادي الاهلي، يعني انت بتلعب في نادي عالمي، نادي موجود متصنف عالميا، فاخذت بالنصيحه نتاعو يعني. طيب واحنا يعني بنشوف كلام المدير الفني السابق لمنتخب تونس كابتن نبيل معلول.